أهلا وسهلا فيكم متابعينا، بنجدد لقائكم وبنقدم لكم أفضل النصائح الغذائية والصحية خلال شهر رمضان في 5 دقائق صحة. 5 دقائق اليوم مخصصة للحديث عن الصفار عند الأطفال. شو هو الصفار عند الأطفال؟ كله في التقرير التالي. صفار الأطفال هو أحد الأمراض التي تصيب الأطفال والناجم عن ارتفاع مستوى مادة البيلوروبين في الجسم نتيجة عدم امتصاص الكبد لها، ويجب مراقبة الطفل المصاب بالصفار لأن الارتفاع الشديد للمادة قد يؤثر على حياة الطفل. الطفل المصاب بالصفار تظهر عليه العلامات والأعراض التالية: أول وأبرز علامة تلاحظ على الطفل هي اصفرار الجلد في جميع أنحاء جسمه من أعلى رأسه وحتى أخمص قدميه، اصفرار بياض العينين ومنطقة ما تحت الأظافر. يبدو الطفل المصاب بهذا المرض عدم الرغبة في الرضاعة، كما تتم ملاحظة انخفاض في مستوى نشاط الطفل المصاب بهذا المرض. ومن أبرز أسباب الإصابة بمرض صفار الأطفال هي عدم نضج الكبد بشكل كامل لدى الطفل، مما يؤدي لامتصاص كميات أقل من البيليروبين وبالتالي ارتفاع منسوبها في الجسم. وقد تترافق زيادة مادة البيليروبين مع زيادة إنتاج الهيموغلوبين داخل جسم الطفل عند الولادة، وزيادة امتصاص مادة البيليروبين من قبل الأمعاء ومن ثم إرجاعها إلى الدم. تجاربكم ونصائحكم لغيركم في إجاباتكم عن صفار الأطفال بهذا التقرير. كان عندها صفارة، كانت عمرها 2 أسبوع، ضلتني أرضعها بس ضربت رضعيها بروح كل الصفار. كان الحمد لله مش عالي نسبته، 13.5 كان عندها الصفار. بس الشمس والضوء بس، ويعطي جلوكوز للطفل. هلا أحفادي نفس الشيء، بنعرضهم للشمس وللضوء وخلص بروح. نصحوني طبعا انه اكثر من الحلاوه واشرب حليب، لانه الحلاوه والحليب هي بتخفف الصفار عند البيبي الصغير، وهو زاد عنده صفار اصلا. اخذته على الدكتور واخذوه يعني وحطوه بالحاضنه لمده 2 اتوقع، وبعديها طلع كان احسن الحمد لله. تاكل الام حلاوه، عسل، كله اشياء حلوه، وتضلت رضعه بكثره بروح الصفار منه، بطولش يعني. على طول مباشرة طبعا بعد الولادة بصير عندهم الصفار هذا. فش نبقى يعني حليب مثلا، الكراوية، هيك شغلات. مرض صفار الأطفال هو مرض بيصيب الأطفال حديثي الولادة نتيجة ارتفاع مادة البيليورين في الجسم نتيجة عدم امتصاص الكبد لإلها، ولذلك مراقبة الطفل ومعالجته أمر ضروري جدا للحفاظ على حياته. لهيك على الأم أن ترضع طفلها بشكل منتظم وعلى فترات متقاربة حتى يحافظوا عليه من الإصابة بالصفار، وعليها طبعا أنه تتبع نظام غذائي صحي جدا من أجل ضمان وصول جميع العناصر الغذائية لإلها ولطفلها أثناء الحمل والرضاعة. علاج صفار الأطفال في كثير من الحالات ما بيحتاج أكثر من 3 أسابيع، وبيتم تعريض الطفل لأشعة غير مباشرة في حال كان الصفار ظاهر خارجيا، ولكن بعض الأطباء بفضلوا اختبار نسبة البيليروبين للطفل في هاي الفترة للتأكد من أنها ما بتصل لحالة مزمنة. ولكن في حال زادت نسبة البيليروبين فعلاجها بيكون علاج ضوئي تحت إضاءة خاصة وبطول موجي محدد لحتى تتغير هاي المادة وتخرج عن طريق إفرازات الجسم، أو عن طريق إعطاء جلوبين المنافي للتقليل من مستويات الأجسام المضادة نتيجة اختلاف فصيلة دم الأم عن طفلها. ونصيحتنا للأمهات هي حافظي على نفسك خلال فترة الحمل وما قبله من أجل تجنب تعريض طفلك لأي حالة مرضية بعدها. بشوفكم بكرة ورمضان كريم.